السيد المطلق يتهم الإطار بأنه هو دفع السيد الدليمي للخروج بقناة. يعني ما أعرف مدى صحة المعلومة. قبل ساعة مع الأخ ريناس. ما أعرف والله، بس بالنتيجة أولاً ليث الدليمي الشخص الوحيد اللي ما يندفع، وواضح في الرد، وعندما استجبن الآخرون ليث الدليمي واجه، عندما غلقت أبواب بوجهنا وقيادات بعض القيادات بعضها من نروح لندق بابا نقول لعمي هذا ظلم تعال أوقف، يقول لي لو تكاون الله أحسن من السم، لو تكاون الله أفضل لك. عجيب. اي والله. وشخصيات أخرى لا يجاوب تليفون ولا يرد، كلمة طيبة ردنا نسمعها تشجيعية انه ممكن في نهاية المطاف ناخذ حق، ما سمعناها من البعض، لكن اكو اخرين من القيادات السنية اللي كانت تنظر لقضية ليث قضية مصيرية مفصلية لتحقيق عدالة وإنهاء حالة التهميش والإقصاء ومحاولات الحلبوسي بإذلال هذا المكون، كانوا واقفين مع ليث موقف واضح علني، وظفوا إمكانياتهم وقنواتهم وإعلامهم ونصائحهم وعلاقاتهم بأنه يستمر الزخم في المطالبة بالحق وفق القانون. ولمن شافوا كثير منهم، لمن شافوا الإنجاز، قعدنا في جلسة بعضهم قام يهتفع بالبطولات، قلت له خالد ظلت قاتل وما فتحت حلقك وما جاوبتنا وماش، وبعضهم يعني أكو أمور مو مال نحكيها. فلذلك إحنا اليوم كل أخطاء الماضي وحالة الانكسار ونقول اللي الصبر اللي صبروه، قضيتين عندي وياك اللي صبروه.